ابنة الفنون والمهن، رأت الشام في بسمة لاجئة سورية على أراضي المملكة المغربية. تأثرت ببسمة لا تنطفئ على شفاه من عاشوا أقصى الظروف، وجاءت اليوم من المغرب لتسمعكم صوتها ورؤيتها للحل، وهذا أضعف الإيمان كما تقول. سامية صليحي من المغرب، تفضلي. ناديت والعالم سمع صرخة وطن موجوع، والشعب عن صمته طلع دمك سلف مدفوع. لاجل الكرامة والشرف شعب انتفض شعبي هتف، شوف الشهيد اللي حلف بالله ما في رجوع، بالله ما في رجوع. سلامي إليك يا شهيد الكرامة، سلامي إليك يا بلاد الشام، يا أرضا لم تعد تعرف السلام. سلامي إلى طفل بكى جوعا وظلما وقهرا، سلامي إلى لاجئ رحل وارتحل نحو مجهول ليس له مفر. وكيف يصلك سلامي يا بلاد العرب وأنت أسيرة آلامك؟ مأساتك يرويها رئيس تشبث بالحكم وتصدى لمطالب الحرية. ثورتك السلمية أصبحت حربا طائفية، ودول تدخلت بالحروب بالطائرات الحربية، دول تدخلت بالطائرات الحربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لإنقاذ الشعوب الغربية. وأنت من يحميك يا سوريا؟ وأنت من يحميك يا سوريا؟ من يحميك؟ وقد صرت وجهة لكل من أراد فسادا في الأرض بكل وحشية. من أين يأتيك السلام؟ من أين يأتيك السلام؟ وجمعة كرامتك جعلوها جمعة مجزرة أطفال الحرية. من أين يأتيك السلام؟ من أين يأتيك السلام؟ وقد شنوا عليك حروبا دموية، يقتلون ويدمرون. نعم، الدمار في كل مكان، وأين الإنسانية؟ حتى قيل أنك خراب بعيد فجرك يا سوريا. كفانا تأسفا وتألما، كفانا سكوتا وسكونا. سوريا اليوم تنتظر مني ومنك حلولا، سوريا اليوم تنتظر الحلول. ولا حل للمأساة السورية إلا إذا تكلم ضمير الإنسانية وتدخل المجتمع الدولي لوقف المعارك الدموية بحظر كل الأسلحة الحربية. سوريا اليوم تحتاج إسقاط نظام الأسد، نعم تحتاج إسقاط نظام الأسد ومحاسبته عن المجازر التي ارتكبها في السنوات الماضية. تحتاج وحدة عربية ضد الجماعات الإرهابية لإنقاذ ما تبقى من الطفولة السورية. سوريا اليوم تحتاج اتحاد جماهيرها ضد العدوان، التحام فصائل المعارضة قبل فوات الأوان، لتشكيل حكومة جديدة ترضي جميع الألوان، مبنية على المصالح الوطنية والشفافية. سوريا اليوم تحتاج منكم أنتم أن تشكلوا سوريا اليوم تحتاج منكم تشكيل وحدة وطنية. مهما قتلوا ومهما دمروا فصمودنا هو العنوان، أرادوا فرقتنا لكننا متحدون إخوان. سوريا اليوم تحتاج منكم رؤية جديدة
ولا حل لمأساتها إلا بشد الزمام، إلا بشد الزمام ضد كل تواطؤ خارجي خصوصا من روسيا وإيران، لأن السوري وحده سيد المكان، له الحق في الأمان، هو الحاكم على أرضه، يختار رئيسه بكل ديمقراطية وأمان. شكراً. إذن شكراً جزيلاً لسامية أصليحي من المغرب.